إن الجزائر التي تسعى لصناعة محتوى وطني رقمي احترافي مستهدفة بحرب إلكترونية مهيكلة تتقاطع أدرعتها بين جهات أجنبية راهنت على فشل المسار الديمقراطي الذي حمله الحراك الشعبي وأوصلته الانتخابات الحرة إلى بر الأمان. لقد استهدفت هذه الحرب المسعورة مؤسسات الجمهورية وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي لن يستغفر لها أعداء الأمس واليوم ثباتها على عهد الشهداء في الدفاع عن سيادة وأمن واستقرار ووحدة الوطن بكل شجاعة وبقدرات قتالية احترافية وبنفس العزيمة والكفاءة يتصدى المنتسبون للمؤسسة العسكرية الوطنية من ذوي التخصصات العلمية والتكنولوجية العالية لمخططات المغامرين مهما تنكروا بأسماء مستعارة وأقنعة ملونة وأدوار متقاسمة عبر مواقع الفضاء الأزرق.